في آية من سورة الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء، يعني سواء، لما نوقف على سواء شو بتصير؟ سواء. وتقرأ أيضا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا قرأها، يعني قراءتين، سواء إذا منوقف عليها، سواء الذي، يعني المسجد الحرام الآن، الذي جعلناه للناس سواء، سواء العاكف فيه والباد. وأيضا قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم والبادي، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذن نتحدث في هذه الآية، نأخذ ألفاظ أول شيء. لاحظوا العاكف يقابله إيش هون؟ الباد. العاكف يقابله الباد أو البادي. العاكف العكوف، لاحظوا فيه إقامة، وخصوصا إقامة إيش؟ في مقابلة الشيء أو من أجل الشيء، استقرار. هو إذا مقيم، على إيش؟ مثلا الناس اللي كانوا بيقيموا على أصنام، كيف يعني بيقيموا على، بيعكفوا، بيكون الأصنام أمامهم في وجههم وهم يقيمون من أجلها، منقول إيش؟ إنهم هذول يعكفون. وعلى فكرة أيضا قرأت يعكفون، يعني الوجهين، يعكفون على أصنام لهم، شو يعني بيعكفوا على أصنام؟ إذا هم مقيمين في مواجهتها من أجلها. والاعتكاف في المسجد إيش؟ معناته هو بيتواجد في المسجد ويستقر ويقيم لهدف، طبعا عبادة في المسجد طالما هو فيه لمدة معينة مثلا. إذا فيه إقامة في اتجاه في من أجل، يعني ممكن يكون عاكف من أجل، وأحيانا بيعكف على فكرة بعيدا عن، هو بيعكف مثلا في مكان بعيد عن الناس، وأحيانا بيعكف من لشيء أو من أجل شيء، أو حتى بيعكف بعيدا عن شيء، يعني يقيم وما بده يقيم هنا، في مكان، العاكف. المقصود هون العاكف وين؟ المقصود العاكف في المسجد الحرام، هون أصبحت العاكف بمعنى المقيم. بس غالبا اللي بده يقيم، اللي بيقيم في المسجد الحرام شو بيكون قصده؟ العبادة. إذا هو يقيم من أجل العبادة في هذا المسجد، ضمن إيش؟ ضمن البرنامج اللي معروف في الدين في هذا المسجد بالذات. المسجد الحرام له أحكام، مثلا عندك الطواف مثلا، وعندك الصلاة. فيش أي مسجد آخر مثلا فيه عبادة الطواف، ثم الصلاة فيه بمئة ألف، في له أحكام. فإذا شو معناته هو الإنسان بيكون عاكف في المسجد الحرام؟ يعني مقيم في المسجد الحرام لأجل، إيش؟ لأجل ما هو معروف في البرنامج الإلهي بالنسبة لهذا المسجد، تمام؟ هذا العاكف فيه أصبح هون بمعنى المقيم. والباد، والبادي، الباد، هل هو البدوي؟ لاحظوا، لا، هون البادي نشوف
طبعا فيه كتب بعض كتب التفسير اللي بتقول المقيم واللي جاي من البادية. طب ليش من البادية يعني؟ خلينا شوي إذن نأخذ كلمة بدا. بدا اللي هو بمعنى، هل هي بمعنى ظهر؟ لاحظوها، يعني ما احنا قلنا فيش في القرآن ترادف، يعني كل كلمة بيكون لها معناها الخاص. بدا، بدا فيه ظهور، بدا فيه ظهور، فيه ظهور، بس اي ظهور؟ في كلام كثير عند اهل اللغة بس بدنا نختار احنا. بدا فيه لاحظوا ظهور بين، ظهور مع وضوح. في بعضهم قال ظهور بعد خفاء، ظهور بعد خفاء، ظهور بين. طبعا احيانا كلمة ظهور، يعني حتى القرآن الكريم في مقابل البدو استخدم ايش؟ واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، اي قابل تبدون ايش؟ تكتمون. وقابل ايضا تخفوا، تخفوا ايش؟ اذا هو مقابل الخفاء، خفاء مقابله ايش؟ بداء. تمام؟ كتمان كتم او ابدى، اخفى وابدى، كتم وابدى. طب اظهر في القرآن شو مقابلها؟ ما ظهر منها وما بطن، ظهر بطن. الظهور مثلا فيه معنى السيطرة، احيانا الظهور فيه معنى السيطرة، وهذا مش موجود في بدا، مش موجود في بدا. الظهور ممكن مرات يدل على علو. لاحظ لما اقول بطن الوادي معناته في الاسفل، ظهر الوادي فوق. تمام؟ هو مش، اذا مش بمعنى ظهر، لانه ظهر لها معاني برضو، لكن بدا هون ظهور فيه وضوح، بس مش بمعنى العلو والسيطرة مثلا الموجودة في ظهر، مش هيك؟ وظهر مرات فيها معنى انتشار، ظهر الفساد في البر والبحر، اذا مش بس ملموس ومنتشر، هذا مش موجود في بدا. بدا اذا خلينا في البدو، لانه احيانا لما بدنا نفسر البدو بالظهور كما قلنا، لا كل كلمة لها معنى وان كان تشترك احيانا في معاني، في بعض المعاني. بدا. طيب في عندي الذي يقيم في الحضر، قالوا هم الذي يقيم في الحضر مش مثل اللي يقيم في البادية. طب اللي بيقيم في البادية هو ليش هو بدوي؟ وفي حديث من بدا جفا مثلا، بغض النظر عن الصحة الآن، من بدا يعني كان في البادية بدا جفا. قالوا لأنه، دققوا معي، قالوا لأنه هو بيكون ظاهر، يعني في المساحات الواسعة في الصحراء مثلا بيكون هو ظاهر، مش زي اللي في الحضر وأبنية وداخل الأبنية وبيستتر بشجر وبيستتر ببنى. فبالتالي لأنه هناك في البادية هو ظاهر وحركة ظاهرة، شو بيقولوا إيش؟ مثلا هذه بادية كأنه يعني ظاهرة. وأنا يبدو لي مش هيك القضية، يبدو لي مش هيك القضية. ليش هم بدوا؟ مش لأنه الظهور، بقدر ما هو، لاحظوا، بقدر ما هو انه دائما المرتحل يبدو له ان يذهب هنا ويذهب هنا، يبدو له يذهب هنا ويذهب هنا، غير المقيم. المقيم مستقر هون، الذي يرتحل يبدو له في الطرق هنا وهنا ويجلس هنا يذهب هنا. ها؟ لانه من ضمن بدالي، لاحظوا ظهر لي، بتكون في فكرة، على فكرة غايبة عنك، ثم الفكرة بتوصلك ان قلت ايش؟ بدا لي، بدا لي يعني ظهر لي اشي كان خفي.